سعيد، افتتح معرض واحد أمل بصغارتها لصور فوتوغرافية بعدسات أطفال مركز سرطان الأطفال بلبنان بالقرب من بحيرة منشعي بحضور فعاليات المنطقة ورئيس مجلس أمناء مركز سرطان الأطفال بلبنان نورة جنبلاط ورئيسة جمعية الميدان ريما فرنجية. عطول في شيء هيك يخلينا نلتهي وينسينا الوجع وينسينا الأشياء اللي نحنا مرقنا فيها. وقتا كنت مريض قلت ما حأعمل شيء بالحياة، إنه خلص إنه هيدي النهاية. فبعدين وقتا الحمد لله شفيت، وقتا أكون زهقان بصير هيك بأخذ الكاميرا بصور أو برسم وهيك أشياء. مهمة المركز سرطان الأطفال اللي هي علاج أكبر عدد من الأطفال بدون أي كلفة أو أي تمييز أو تفرقة. وطبعا المركز عم بيعالج هلأ صرنا 15 سنة عم نعالج أكثر من 1350 طفل عالجنا حتى الآن، بمعدل شفاء وصل إلى 80%. برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ممثلا باللبنانية الأولى السيدة نادية عون، افتتحت بميدان السباق الخيل ببيروت الدورة الثانية من مهرجانات بيروت الثقافية بمشهدية مبهرة بعنوان رحلة عبر الزمن. تتناول تاريخ بيروت وقصتها، امتزج فيها العرض الثلاثي الأبعاد على أكبر شاشة بالعالم بحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مع مشاهد تمثيلية ورقصة وعزف وغناء حي. قدمت مدينة جوني بأول أيام مهرجاناتها بمجمع فؤاد شهاب أوبرا عنتر وعبلة، وهي من أهم العروض المسرحية العربية والعرض الأوبرالي الأول والوحيد باللغة العربية بالعالم، وهذا بيكون العرض الثالث للمسرحية بعد ما انعرضت السنة الماضية بكازينو لبنان وبدولة البحرين. تاجر السلاح، هل عرفت بمن يتحرش؟ يتحرش بالشمس. بهذا العرض عندنا مشاركة المايسترو ناير ناجي اللي هو مصري. مثل ما قلنا اللغة العربية بحد ذاتها بتفرض حالها، شعر لعنتر بن شداد مكتوب بليبريتو شاعر أصيل دكتور أنطوان معلوف، الكومبوزيشن لمايسترو مارون الراعي الرائع مارون الراعي. العالم كله عم يشهد أول أوبرا باللغة العربية، حدث هو نقطة تحول رح يرسم خارطة جديدة للفن اللبناني بوجه خاص، للفن العربي بوجه عام، وللفن العالمي. مش هينة تدخل لغة على عالم الأوبرا. استقبل بابا فرانسيس في الفاتيكان المنتج اللبناني الأصل وسيم سلايبي وزوجته ملكة جمال أمريكا السابقة ريما فقيه وطفلتهم ريما. وأهدى السيد سلايبي بابا روما تمثال للقديس اللبناني شربل، كانت لقاه هدية من زوجته ريما وطفلته الصغيرة لمناسبة عيد الميلاد. لهون مشاهدينا بتكون وصلت نشرة فن الخبر لختامها. باي باي. الفنانة العالمية إيلين سيجارا تشرح في مقابلة مع الزميل عمر خداج ملابسات أدائها مع مغني إسرائيلي أغنية لجيش الاحتلال. عقدت لجنة مهرجانات غلبون الدولية مؤتمرا صحفيا بحضور الفنانين العالميين إيلين سيجارا وأليساندرو سافينا. بدأ المؤتمر بكلمة لرئيسة المهرجانات ندى عاد التي رحبت بحضور الفنانين وانضمامهما إلى الفنانين اللبنانيين من المهرجان الذي سيعطي رونقا خاصا للأمسيات. وكان لكاميرا الجديد مقابلة مع المغنية العالمية إيلين سيجارا لسؤالها عن حفلها هذه السنة ورأيها في لبنان والفن فيه. أزور لبنان منذ 16 عاماً ولبنان هو مثل عائلتي ولدي هنا الكثير من الأصدقاء. أما عن مشاركتها في أداء أغنية القدس من ذهب مع المغني الإسرائيلي أمير حداد التي أثارت غضب حملات مقاطعة داعمي إسرائيل، فكان الجواب I sing Arabic song. أغني أغانا عربية إسرائيلية روسية إفريقية ولكل البلدان. بالنسبة إلي الموسيقى هي المكان الوحيد الذي لا يمكنك أن تبني جدارا له. أغني للسلام ولا أشجع أبدا على الحرب. أمير بالنسبة لي مجرد مغنن، هو لديه خياره وإذا أراد فيمكنه الاختيار.
If you want to choose. الآن المشكلة أن هذه الأغنية هي نشيد للجيش الإسرائيلي. Israelian army, you know, يعني. Are you sure? Yeah. But you know, I sang this song. لقد غنيت هذه الأغنية منذ 10 سنوات وأحد لم يقل شيئاً. المشكلة اليوم هي أننا نفتعل من الأمور الصغيرة مشاكل كبيرة. لا أغني للحرب بل أغني للسلام. It's not a problem to sing. I don't sing for war. I sing for peace. لا شك أن المغنية الفرنسية لا تعير الصراع العربي الإسرائيلي إلا القليل، وهي تؤكد أنها من مناصري السلام في العالم، ولكن هل يكفي هذا لإقناع شعب عاش الاحتلال والتشرد والدمار من عدو يتربص بلبنان؟ عمر خداج، قناة الجديد.